السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو غادي نديرو الحصة ديال التقويم والدعم، وبالخصوص صفحة 32، أختبر تعلماتي وأدعم تعلماتي. اذا في هذه الحصه غادي نقوموا شنو قرينا في الدروس ديال الوحده الثانيه من كتاب المتعلم والمتعلمه فضاء النشاط العلمي المستوى السادس ابتدائي. اذا اولا نبدا باختبار التعلمات، اختبر تعلماتي، اعين الجواب الصحيح بكتابته في دفتر التقصي. اذا عندي واحد 5 ديال الاسئله في اختبر تعلماتي، غادي نشوف الجواب الصحيح في كل سؤال. السؤال الاول، اين هو الجواب الصحيح؟ هل هو الف ام باء ام جيم؟ الف، يوجد المخ داخل الجمجمه، واش صحيح او خطا؟ باء، الدماغ هو المخ والنخاع الشوكي. جيم، النخاع الشوكي جزء من الدماغ. إذن الإجابة الصحيحة هي الإجابة ألف. مفهوم؟ الإجابة ألف. الإجابة ألف هي الإجابة الصحيحة. إذن يوجد المخ داخل الجمجمة. مفهوم؟ نمر الآن إلى السؤال الثاني. ما كاسون دو لورغان دو توشي إليه، يعني العضو ديال الحس كيتعلق بايش؟ واش كيتعلق بلو سيرفو اونيكمو، بالمخ فقط، او لا كيتعلق بلو سيرفو اي لاموال ايبينيير، ولا كيتعلق بالمخ والنخاع الشوكي، ولا كيتعلق بالنخاع الشوكي فقط؟ اذا لورغان دو توشي اي ليي بار لو سيرفو اي لا موال ايبينيير. داكور، لو سيرفو اي لا موال ايبينيير هي الاجابه الصحيحه. نمر الان الى السؤال الثالث. السؤال الثالث عندي 3 ديال الاختيارات. الف، المخ لا يتدخل في الحساسيه الشعوريه. اذا العباره الاولى كتقول لنا بان المخ ما كيتدخلش في الحساسيه الشعوريه. العباره الثانيه، باء، المخ يتدخل في التحركيه الاراديه. كتقول لنا هذه العباره بان المخ كيتدخل في الحركيه او التحركيه الاراديه. جيم، النخاع الشوكي لا يتدخل في الحركات الانعكاسية. النخاع الشوكي ما كيتدخلش في الحركات الانعكاسية، في الحركات الانعكاسية. إذا السؤال ثلاثة الإجابة الصحيحة هي باء. مفهوم؟ لأن هنا مثلا جيم، النخاع الشوكي يتدخل في الحركات الانعكاسية، وفي ألف المخ يتدخل في الحساسية الشعورية. إذا الإجابة الصحيحة هي الإجابة باء. نمر الآن لكيستيون ربعة. Les organes responsables de la sensibilité consciente sont. الأعضاء المتدخلة في الحساسية الشعورية هم. واش لي مسكل، العضلات، ولا لي زوس اللي هما العظام، ولا لي زورغان دو سون اللي هما اعضاء الحس؟ في نظركم فين هي الاجابه الصحيحه؟ راه واضحه لا سونسيبيليتي كونسيونت، الحساسيه الشعوريه، كتعلق بلي زورغان دو سون اللي هما اعضاء الحس. مفهوم؟ اعضاء الحس. السؤال الخامس، الف، السكري مرض لا يصيب الاطفال. باء، السمنة مرض ناتج عن سوء التغذية. جيم، الغذاء المتوازن يؤدي إلى أمراض سوء التغذية. واش الإجابة صحيحة؟ إذا كيقولنا بأن السؤال الألف، السكري كيقيس فقط الناس الكبار، الأطفال ما كيقيسهمش. واش الجواب صحيح؟ هذه الإجابة خاطئة. باء، السمنة مرض ناتج عن سوء التغذية. واش السمنة فعلا مرض ناتج عن سوء التغذية؟ إذا داك السلوكات الغير صحيحة في الأغذية هي اللي كتسبب السمنة، واش صحيحة؟ جيم، الغذاء المتوازن يؤدي إلى أمراض سوء التغذية. واش نظركم الغذاء المتوازن غيؤدي بيا إلى سوء التغذية؟ العكس، الغذاء المتوازن غيؤدي بيا إلى الأغذية، غتكون الأغذية متوازنة، يعني غتكون الصحة جيدة. إذا الإجابة الصحيحة هنايا هي أن السمنة مرض ناتج عن سوء التغذية. باء، إجابة باء هي الإجابة الصحيحة. مفهوم؟ إذا الآن غادي نكون ساليت الفقرة ديال أختبر التعلمات، أختبر تعلماتي. الآن غادي نمروا إلى أدعم تعلماتي، أدعم تعلماتي، تمارين الدعم والتقويم. إذا عندي كذلك 5 ديال التمارين. غادي نبداو أولا بسؤال رقم 1، أنقل في دفتري أو على دفتري ثم أتم الجمل بما يناسب. إذا هاد الجمل هادو فيهم واحد الفراغات خصني نكملهم. إذا ألف، الحساسية كذا هي الشعور بإحساسات متعددة ومختلفة. إذا شكون هي هادي؟ الحساسية، الحساسية الشعورية، الشعورية. إذا الحساسية الشعورية هي الشعور بإحساسات متعددة ومختلفة. باء، هي القيام بحركات إرادية. شنو هي القيام بحركات إرادية؟ هي التحركية، التحركية، التحركية الإرادية، الإرادية، التحركية الإرادية. التعريف ديالها هي القيام بحركات إرادية. وجيم، القيام بحركات غير إرادية أو هي رد فعل لا إرادي، اللي هي التحركية
التحركية اللا إرادية، إرادية، أو لا التحركية الإنعكاسية، نسميها تحركية الإرادة اللا إرادية أو لا التحركية الإنعكاسية. السؤال الثاني، أبين في جمل قصيرة دور كل من ألف أعضاء الحس، شنو الدور ديالهم؟ باء المركز العصبي، شنو الدور ديالو؟ وجيم العضلات، شنو الدور ديالهم؟ إذا أعضاء الحس تستقبل الإهاج، تستقبل الإهاج، مفهوم؟ إذا الدور ديال أعضاء الحس أنها تستقبل الإهاج. المركز العصبي دوره أنه يحول السيالة الحسية إلى سيالة حركية. بالنسبة للجيم العضلات دورها أنه عضو مستجيب، أي يقوم بالحركة. إذن هاد العضلة هي عضو مستجيب كتقوم بالحركة، مفهوم؟ الآن غادي نمروا إلى السؤال الثالث، أبين في شكل خطاط الأعضاء ودورها في كل من ألف الحساسية الشعورية، باء التحركية الإرادية، جيم التحركية الإنعكاسية. إذن غادي ندير واحد الخطاطة كتوضح الحساسية الشعورية، وغادي ندير واحد الخطاطة كتوضح التحركية الإرادية، وكذلك غادي ندير واحد الخطاطة كتوضح لي التحركية الإنعكاسية أو التحركية اللا إرادية. إذن أنا باش نربح الوقت درتهم في واحد الدفتر هنا. إذن أولا الحساسية الشعورية، إذن الأعضاء اللي فيها، إذن عندي واحد المهيج مثلا مثل الرائحة كتهيج لي عضو الحس، مثلا نفترضوا عضو الحس هو الأنف، يعني الرائحة غادي يستقبلها الأنف، عضو الحس يستقبل الإهاجة، والعصب الحسي يوصل السيالة العصبية إلى المركز العصبي اللي هو المخ الذي يحلل ويحدد طبيعة الإحساس أو طبيعة الرائحة في مثل هذا المثال، مفهوم؟ إذن هذه الخطاطة اللي كتوضح لي الحساسية الشعورية. باء التحركية الإرادية، إذن هذه خطاطة كتوضح لي التحركية الإرادية، مركز عصبي اللي هو المخ كيستقبل مستقبل، إذن عبر العصب الحركي الذي دوره موصل يوصل إلى العضو المستجيب اللي هو العضلة التي تستجيب وتقوم بالحركة الإرادية. وجيم التحركية اللا إرادية أو الإنعكاسية، إذن عندنا عضو الحس اللي هو مستقبل حسي، وهنا موصل حسي ينقل السيالة العصبية الحسية، كينقلها إلى المركز العصبي الذي يحول السيالة الحسية إلى سيالة حركية، ثم عبر موصل حركي الذي ينقل السيالة العصبية الحركية ينقلها إلى العضو المستجيب اللي هو العضلة التي تقوم بالحركة. إذن هذه هي الخطاطة التي توضح التحركية اللا إرادية أو التحركية الانعكاسية. إذن نمر الآن لا كيسيون 4، Je copie sur mon cahier et je complète par ce qui convient. Le diabète, le sucre et l'obésité, soumna et l'anémie, le faqr d'dem, sont des maladies de malnutrition. هما امراض ناتجه عن ماذا؟ عن سوء التغذيه. L'alimentation كذا est la solution pour se protéger de ces maladies. Donc pour se protéger de ces maladies ديال الديابيت و لوبيزيتي و الانيمي خصني يكون عندي واحد لاليمونطاسيون ايكيليبري داكور، يعني تغذيه متوازنه او اغذيه متوازنه. دونك هنايا لو ديابيت و لوبيزيتي و الانيمي سون دي مالادي دو مالنيوتريسيون، لاليمونطاسيون ايكيليبري اي لا سوليوشن pour se protéger de ces maladies. السؤال الخامس والاخير، فادعم تعلماتي انقل على دفتري ثم اكمل بما يناسب. للمحافظه على العصبي يجب النوم كذا وتجنب المواد الضاره به كالتبغ وكذا وكذا. اذا للمحافظه على الجهاز العصبي يجب النوم الكافي، يعني خصني نعس مزيان، النوم الكافي وتجنب المواد الضاره به كالتبغ، يعني التدخين، وكذلك المخدرات، وكذلك الخمر، مفهوم؟ يعني الكحول، مفهوم؟ يعني نتجنب الكحول. يعني للمحافظة على الجهاز العصبي يجب النوم الكافي وتجنب المواد الضارة به كالتبغ والمخدرات والخمر أو الكحولية. إذا وبهذا غادي نكون كملت الحصة ديال التقويم والدعم اللي كتخص الوحدة الثانية من كتاب المتعلم والمتعلمة فضاء النشاط العلمي المستوى السادس ابتدائي. كنتمنى أنكم تكونوا استفدتوا معايا في هذه الحصة. أضرب لكم موعدا في حصة قادمة وفي فيديو جديد إن شاء الله. كان معكم الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.